واكيد يا مساء الخير عليكم من استوديو جده. واليوم رح نتكلم في موضوع جدا مهم، بس قبل ما نتكلم في هذا الموضوع اللي يخص كل شخص او اغلب الناس اللي في مجتمعنا بيعيشوا هذه القصه او الموضوع اللي رح نتكلم فيه اليوم، خلوني امسي على اسرار واقول لها يا مساء الخير يا اسرار. يا مساء النور يا ايمان، يا مساء الخير اكيد على كل اللي قاعد يتابعنا في شاشه روتانا خليجيه. اليوم وبهذه الفقره بالذات رح نتكلم على موضوع جدا مهم حقيقه، يعني والاعلاميه طبعا الشابه وجدان زعوري هي قامت بتجربه جدا لطيفه، وهذه التجربه طبعا انه كانت بتحاكي الواقع واللي عاده بيصير في اغلب البيوت في مجتمعاتنا، واللي هي طريقه معامله الخادمه، ومثلت في خلال فيديو قصير على اليوتيوب هذه القصه، وشافت طبعا ردود الافعال على هذه القصه، واحنا ايضا كمان شفنا ردود الافعال. عشان كذا اليوم راح نتكلم معاها على تفاصيل كثير، وراح تعرفنا على تفاصيل كثير اكيد. فارحب فيك وجدان في برنامج سيدتي. اهلا وسهلا فيكم. وجدان، في البدايه خليني اسالك، من وين جاتك هذه الفكره وليش اخترتي هذه الفكره بالذات؟ طيب، الفكره جتني بعد انتحار محاوله انتحار الخادمه الاثيوبيه. شفت تعاطي الناس في اليوتيوب مع في التويتر وفي السوشيال ميديا، تعاطي عادي يعني، دائما اذا صارت قضيه يقوموا يسووا هاشتاج ويتفاعلوا معاها ويبداوا الناس يعني يغردوا بطريقة، كل واحد في مكانه جالس على كنبته بيغرد، هو ما هو حاسس أساسا بالعمالة هذولا. فقلت يلا، أنا وجدان عندي منصة في اليوتيوب، أبا أعيش يوم خادمة وبشوف كيف الناس، يعني أنا أول شيء كيف حشوف الوضع وبشوف الناس كيف حتتقبل الوضع. حلو، فمن هنا جتني الفكرة. حلو، بس اللي اليوم لما جيتي فكرتي في هذا الموضوع ما ترددتي انك تظهري بدور الخادمة، خاصة انه حيجي يقول لك انت بتعيشي بس يوم، يعني انت اكيد ما انت حاسة الاحساس اللي هم حاسينه، او ما انت بعيدة عن اهلك وكلمات واشياء، يعني هل تتوقع انه الفكرة قدرت توصل لهم انه كانت تستحق اللي انت سويتيه او القصة هذه اللي انت انشأتيها؟ مضبوط، الناس كثيرة زي ما قلتي كلهم قالوا انت مستحيل تحسي بشعورهم من هذا الكلام، وانت يعني كلام الناس السلبيه. بس في الحقيقه انا اترددت، يعني انا لما جيت كنت بقول لهم وانا رايحه خلاص ابغى اتقمص الدور والبس اللبس، اترددت، حسيت انه كبريائي، اوه يعني خلاص انا الحين كبريائي حينزل، انا يعني بنت سعوديه وعايشه في مجتمع، وكيف انا بشتغل شغاله. وكمان قررت اني انا احاول اخدم الخدامه هذه اللي عندنا شايفه. ايوه. فحسيت انه كبرياء، يا الله انا مستعده، لا مو وقته، كيف الناس حتشوفني، ممكن الناس حتقول لي لا، وتقدر ترجع تشتكي لاهلك في نهايه اليوم، هم لا. ايوه صحيح. فبس يعني من جد ترددت في البدايه وقلت خلاص ما حغير الفكره، هذا الاسبوع حسوي فكره ثانيه. لا صحيح، بس هي مهنه زي باقي المهن، طبعا احنا ما نقدر ننقص من هذه المهنه ولا من الاشخاص اللي يمتهنوا هذه المهنه. طبعا وجدان، احنا معانا مقطع قصير من اللي سويتيه على اليوتيوب، فخلينا نروح نشوف هذا المقطع اللي سويته وجدان عن موضوع الخادمه، ونرجع نستكمل حوارنا في هذا الموضوع. مين جاء؟ يمكن الشغاله طلبناها. اهلا وجدان. اهلا مدام. تفضلي كدرو. تفضلي هنا جوا في غرفتك. هذا غرفه؟ ايوه تفضلي، هذا حيكون لبسك وهذا اللي حتلبسيه على راسك. تمام. ايوه هنا تنامي. أنا اليوم حشتغل عن هذول الناس، خلاص ادوني ملابس، ها لبست الشبشب ولبست الحجاب، أعيش يوم شغالة وأشوف ليش الشغالات تعبانين في حياتهم، أو ليش الشغالات مبسوطين أحيانا يكونوا مبسوطين في البيوت. فأنا أعتقد ذا البيت اللي أنا جيته شغالتهم مبسوطة، لأنه أنا قاعدة الحين في المطبخ وهي قاعدة تفرش الكيكة. أوريكم انا في شغل.
كذا. ورجعنا بعد المقطع طبعا اللي قامت فيه وجدان زعوري. بس اكيد اسرار انت شفت المقطع، يعني تخيلي نفسك تعيشي ال 24 ساعه هذه في يوم، صح. يعني ايش تتوقعي ايش ممكن تكون رده فعلك؟ صحيح. وكمان ايمان انه يعني وجدان حاولت ان هي تركز على الجوانب اللي فعلا مهمه وفعلا بتصير في بعض البيوت، اللي هو يعني تنزل الدولاب وتقول لها يلا رجعيه و 24 ساعه بالضبط. يعني متخيلين، يعني اغلب الناس متخيلين ان 24 ساعه هي موجوده عشان تقعد تساعدك. طب هي متى حتنام؟ يعني ليه نامت؟ انت تقعد تتفرج التلفزيون، تتفرج مسلسلات، وتجيبي لي فلانه، سوي لي فلانه، كانه انت ما في يعني لا يد ولا رجل ولا شيء. لكن خليني اسالك وجدان، يعني هذه التجربه حقيقه جدا رائعه، لكن خلينا نتكلم على ايش اكثر الجوانب اللي حاولتي ان انت تركزي عليها في المقطع. طيب اكثر جانب حاولت ان انا اركز عليه في المقطع انه اوري العالم كله انا كوجدان كيف مفروض هم يعاملوا الخدم على طول. يعني دائما احنا بنقرا مقالات وشعارات رنانه ومن هذا الكلام، لا، لكن ورونا، خلوا يعني خلي انسان بني ادم يسوي كيف، يعني يخوض تجربه وكيف هو حيعامل الخدم. فانا حاولت اركز انه انا اكون انا نفسي، شخصيتي انا نفسي يعني هي المثال للمعاملة الخدم. حتى تقدروا تشوفوا في المقطع انه انا يعني تعاملت معها بكل عفويه حتى في البدايه فعلا. هذا شيء من الاشياء اللي لاحظته كنت بسالك عنها، انه لاحظنا يعني اسلوبك مع العامله بيكون في عفويه تامه، ويعني كان عندك ردات فعل وحضنتيها في الفيديو. فكيف كان ردة فعلها لما شافتك كيف تتصرفي معاها؟ في البداية استنكرت، قالت لي وجدان انت مجنون. يعني ما تقبلت انه مثلا يعني شيء مستنكر عليها، انه يعني واحدة جاية وتعتبر يعني انت من ربة المنزل، وهي قاعدة تسلم عليها وقاعدة تحضنها وقاعدة تلعب معاها يعني. فقالت لي انت مجنون. قلت لها لا، انا احبك من جد، انا جاية دحين عشان اكون صاحبتك وانا وياك نساعد بعض. في البداية استنكرت كده، طالع فيا جالسة من بعيد تطالع فيا، ايش بها هذه، ايش بتسوي. بعدين اخذت شوي لما شافتني انا من جد يعني بغسل وبشتغل، فاخذت الموضوع بشكل يعني جدا بسيط، صارت يعني بتضحك معايا، بتتفاعل معايا، حست في تقارب. لانه فعلا دائما جوه البيوت تحس انه في الطبقيه موجوده بطريقه مباشره. العلاقه دائما يعني وجدان قالت مهمه، كلمه مره مهمه اللي هو قلت لها احنا اصحاب. دائما العلاقه هذه بتكون في اغلب البيوت هي علاقه عمل. مزبوط. بنتعامل مع الخادمه واللي بتساعدنا في البيت معامله يعني رسميه جدا. مزبوط. لكن خليني اسالك عن اكثر السلبيات اللي بتكون في هذه العلاقه. وعدنا مرة أخرى طبعا مستكملين حوارنا مع وجدان. وجدان مرة ثانية أرحب فيكي، بس خليني أسألك على يعني دائما بتكون تعاملنا مع المساعدات اللي بيكونوا في المنازل، بتكون العلاقة علاقة عمل، بتكون رسمية جدا، فإيش تتوقع السلبيات اللي بتكون في هذه العلاقة يعني من خلال تجربتك؟ أنا ما أتوقع إنه في أولا سلبية في الموضوع، لكن أنا بقول إنه دائما الإعلام هو بيضخم لنا الأشياء السلبية. يعني مثلا الخادمة اليوتيوبية هذه اللي حاولت الانتحار، الإعلام كبرها وضخم القضية. لكن زي قضية مثلا القضية اللي أنا قمت بيها، ما نلاقي إعلام، الإعلام ما سلط الضوء عليها. صحيح. عشان كده أشكر سيدتي إن هي من جد ركزت على الأشياء الإيجابية في الشيء هذا، في الجانب هذا. فعلًا. ولا وكمان اليوم نتكلم إنه على الكثير من السيدات اللي بيسأل الأشياء اللي بتصير في البيت، يخافوا يفتحوا قلوبهم أو يبدأوا يسووا العلاقة الصداقة بينهم وبين المساعدات عندهم في البيت. واحدة من الأسباب إنه خايفين يسمعوا قصص مؤلمة أو إنه كمان تأخذ وجه بزيادة. فإيش رأيك أنت في هذا الموضوع؟ أنا ضد ابدا عن هذا الشيء، وكمان ضد انه مثلا الموضوع يكون يعني مفتوح. يعني حتى نحن في البيت اذا اولادنا، اذا يعني اقاربنا، نحط لهم حدود، حتى الخدم يعني. بس في النهايه المطلوب مننا انه
نحن نعاملهم كجزء من المنزل، اصدقاء لهم يعني مثلا مكانهم اللي يعني اللي يناموا فيه. يعني انا اول ما دخلت الغرفه حقتها قلت اوه صغيره، طب عندكم غرف كبيره ليش ما تدوها غرفه من الغرف؟ لا هذه مساحتها. يعني في النهايه انا بس اباهم يعاملوها كانسانه بالضبط. والانسانيه ان هم يحطوا نفسهم مكان مكان اي انسانه هذا. كانسانه متغربه سايبه بلدها سايبه اهلها سايبه كمان عيالها ممكن صح. يكون عندها اطفال أكيد. وجايه اكيد عشان يعني لقمه العيش او عشان هذا الراتب اللي بتاخده يعني مزبوط. فمن ابسط حقوقها انها تتعامل معامله مزبوط. زي اي انسان يعني. لا وما بيشكو يا اسرار، يعني تلاقيها في البيت تعبانه وحالتها حاله بس تلاقيها ابدا ما بتشكي ما بتتكلم ما بتقول اي حاجه. وحقيقي هل احد فينا جلس يوم مع دادا عنده موجوده في البيت وسالها ايش صاير في حياتك او قصه حياتك؟ يعني هذه اتوقع زمان امهاتنا مع الدادات اللي كانوا يجلسوا علينا معانا من فترات طويله، بس حاليا تدخل لك البيت مو فارق معاك تعرف ايش قصتها. مظبوط صحيح. وعلى فكره هذا الشيء اكثر شيء يعني يحتاجوه. يعني انا بعد الفيديو هذا سالت ايش اكثر شيء تتوقع ان الخدم يحتاجوه؟ والله ما يحتاجوا يعني هدايا وورد وكلام طيب أيوة. بس والمعامله الحسنه ايوه يحتاجوا انه يعني انت يعني نحن لما انا اكون زعلانه ولا شيء ارفع السماعه لصاحبتي وانا زعلانه وماني عارفه ايش، طب هم طب فين حقهم؟ هي بس بتجلس تتكلم تتحكم بس بعدين احنا في اهالينا جنبنا هي أيوة. ما في اهلها جنبها حتى تشتكي يعني مزبوط. طبعا وجدان نورتينا اليوم وحقيقه يعني فعلا فيديو يستحق انه احنا نشكرك عليه، واستحق كان اليوم انه انت تكوني متواجده معنا اليوم عشان نتكلم عليه، فشكرا لحضورك معنا وشكرا على هذه الفيديوهات اللي فعلا فيها قيمه. شكرا لك شكرا لكم طبعا.